السلام عليكم. اليوم نروح للملعب تاع تيزي وزو لنقف عن اخر يعني التطورات تاع الميدان تاع الملعب، واللي حسب الصور اللي عندنا راه في احسن ما يرام. وللعلم انه تقرر جلب النظام تاع صيانه تاع العشب الطبيعي هذا بواسطه المعالجه الضوئيه، يعني نفس النظام اللي راه موجود في ملعب نيلسون مانديلا. إذن هذه هي، نتمنى إن شاء الله تكون الصيانة متواصلة ومستمرة في هذه الملاعب. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.